شو هو بيتنا سوريا؟ كيف تأسس؟ بعد أكثر من عام على انطلاقته في مدينة غازي عنتاب التركية، يعيد مركز بيتنا سوريا افتتاحه بحضور العديد من الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني. افتتاح رسمي لم يخلو من حضور رئيس الحكومة السورية المؤقتة إضافة لوزيرة الثقافة. نحن نسعى بشكل كبير لعمل تشاركي حقيقي مع مختلف قطاعات الثقافة في الواقع السوري، سواء كان في غازي عنتاب أو كان في الأردن أو كان في لبنان. سنحاول جهدنا تقديم الأفضل وفهم الأفضل والوصول إلى نبض الإنسان. مركز بيتنا سوريا، والذي يعمل منذ عام 2013 بدعم من الحكومة الدنماركية، قام خلال العام الماضي بتقديم دورات تدريبية لعشرات المنظمات، علاوة على فتح مشاريع إنسانية داخل سوريا وخارجها. اليوم نحن مهمتنا رح تكون مهمتين، اولا تعريف المجتمع السوري بماهية المجتمع المدني، تعريف المجتمع المدني. النقطة الثانية انه نحن ما بس عندنا مشكلة هي تقبل الشعب، عندنا اليوم التطرف الموجود بالداخل، عندنا الناس عندها أهمية للحاجات الأساسية، الأكل، الكهرباء، المي، فبعيدة شوي عن هذا الموضوع. هلأ حاليا في توجه كبير من الناس لتقبل المجتمع المدني، لأنه نحسوا بعد كل شيء عدى عليهم من عسكرة ومن غيره أنه هو الضامن الوحيد. وضمن سعي الحكومة السورية المؤقتة لتسيير العلاقات مع منظمات المجتمع المدني، تؤكد الحكومة أنها مستعدة لفتح باب الدعم والتعاون مع منظمات الداعمة ضمن مشاريع مشتركة. عندما قامت الحكومة السورية المؤقتة بتقديم رؤيتها أمام الائتلاف، فإنها وضعت 4 بنود أساسية تعمل الحكومة على تنفيذها، وكان البند رقم 3 فيها هو تمكين منظمات المجتمع المدني مشاركة مع الحكومة في تقديم الدعم للمجتمع في سوريا وتطويره وتنميته من أجل مستقبل زاهر في سوريا. إدارة جديدة ووعودا بالمزيد من المشاريع يبدأ بها مركز بيتنا سوريا عامه الجديد، بأمل بأن يحظى بمزيد من الثقة لدى الشعب السوري وتقديم الخدمات المناسبة لدعم قضية السوريين. ميسة صالح، أورينت نيوز، غازي عنتاب، تركيا.